هلا والله، مثلا الحين رايحين المتجر شاومي الرسمي، معي سعود الهواوي. هلا والله. هلا سعود، شلونك؟ تمام اخيرا لقينا متجر مفتوح مو مثل ابل، رحنا متجر ابل وصار مسكر. هنشوف اللي عندنا. التصميم هنا صراحه كانه متجر ابل يا جماعه. هنا عندنا النوت 3، سلسلة النوت. But do you sell this? هذا المي ميكس 2. I have in Saudi the broken screen. المي ميكس 2. Where are you can buy it? Online. Jingdong, Taobao. السعودي يدور شاشة من كسر شاشته. Chinese application. هذا المي 6. Online. هذا الميكس 2. يقولون ما عندهم شاشات، ما يبيعون. هذا المي اير، أجهزة اللابتوب أو الكمبيوتر من شاومي. كأنك تشوف إعلان الأبل صراحة. هنا الأسعار إن شاء الله نواها، طبعا كلها باليوان الصيني. هذه أجهزة تنقية الهواء، طبعا موجودة عندنا، هذه تباع رسميا عندنا. شفت التصميم؟ الشاومي 5X كأنه آيفون، طبعا كأنه ون بلس عشان يكون بعد دقيقين. أقول كأنه ون بلس بعد. عندك ون بلس؟ لا مو معي ون بلس، بس أقصد إنه نفس التصميم يعني. يقولون ما في إلا أونلاين. الشاشة. خلينا نشوف إيش فيه المتجر. هذه الأكسسوارات، سماعات سبيكر وسماعات الأيوة. شوف سعود، هذه اللي أقول لك عنها. هذه سماعة بإذن واحدة تحطها مثل سماعة تابع. هذه هي نفسها. هذه أيوة، هذه هي موجودة هنا. ما تقدر تشوفها، بس هذه الأكسسوارات موجودة هنا. زي أبل تي في صح؟ إيه رهيب ترى. الشاومي المي بوكس تي في كلها الفايف اكس هنا. هذه التلفزيونات، هذه الأجهزة صراحة ما أعرف إذا هي متوفرة عندنا بالسوق ولا، يعني ما أذكر أنها متوفرة. طبعا شاومي في ستور حقهم الرسمي، بحط لكم الرابط، موجود في سوق دوت كوم الستور الرسمي. وكذلك ممكن أنك تشتريها عن طريق الجير بيست. هذه سماعة سبيكر، حبيت صراحة التصميم جدا. برضو كلها هذه سماعات سبيكر، بس الجودة لك عليها. شوف هذه المعروضة كيف متخدشة. هذا الباور بانك حق الشاومي. اوكي، هذا ترايبود. عندهم ساعات ذكية برضه، فرش أسنان، الميزان. وهذه نظارة الفي آر الخاصة بشاومي. هذه الكيابل، والله برضه عندهم نفس الكيبل اللي حصلناه عند هواوي، اللي من الميكرو تو يو اس بي سي. الأدابتر، والله الاكسسوارات رهيبة هنا جدا، تقريبا أفضل من الاكسسوارات الموجودة بهواوي. الفي آر عندهم كل النسختين موجودة. هذه أغراض المنزل الذكي،
حصلت التي في. على فكرة ترى موجود هذا إيه بس موجود على سوق سعره رهيب. كم؟ ما أدري الآن كم بس. أرخص من هنا؟ ما أدري الآن الآن بالحسبة. يلا ادخل على سوق دمياط أصور. السعود بيعلمنا. هذه الراوترات حق شاومي. هنا المي بوكس والمي تي في بوكس. بس هذا 3S. هذا 3S. هنا الكاميرات. وديت قلبه مش كمان اقدر اصحى. هلا عبد الله. مين؟ عبد الله هليل. التقنية بلا حدود. هذه اللمبة ترى رهيبة حقتهم. طبعا كلها سمارت اللمبات هنا. والله جميل. هذه الشنط. هذا رجل آلي أول مرة أشوفه صراحة. هذه شكلها المكنسة هذه. ما أدري صراحة أول مرة أشوفها بعد. هنا طائرة درون الخاصة بشاومي. يلا يلا. ادخل على السطر الرسمي حق شاومي. إيه داخل سوق في السطر الرسمي. طيب هذا نحن نشوف. يلا. بس خلينا نصور عشان الناس تشوف الحاجات. هذه كاميرا. هذه شكلها كاميرا للسيارة. هذه التلفزيونات. أول مرة أعرف إن عندهم تلفزيونات شاومي. تلفزيونات من شاومي 4K. ها شوف هذا الدخل. أوكي شوف اللي هو شاومي ستار. وين أروح؟ وين أروح؟ خذ لفة هنا على بال ما أوري سوق. أيوة هذا شاومي ستار. بس كذا. كنت ما أدري إيش هذا. لا مرة هذا الفلان حق الراوتر شكله محمل. هنا المهم والله زحمة هنا بس تصميم ستور حبيته صح انه قريب من متجر أبل شوي من ناحية الطاولات بس بشكل عام جميل. هذه سكوتر عندهم برضو. أتوقع كذا يعني كانت جولة جميلة جدا داخل ستور شاومي. إن شاء الله بنحاول نصور حاجات ثانية أكثر وأفضل تكون 360. برضه بحاول أصور 4K إن شاء الله. أنا حصلت تحديث للكاميرا يمديها تصير 4K. فإن شاء الله بالأيام الجاية. يلا سلام عليكم.